لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام نسابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق حلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج حياتنا أحلى، والتي نتناول الحديث فيها عن علاقة الآباء بالأبناء، نتعرف فيها على معالم وحدود هذه العلاقة والقواعد الحاكمة لها وحقوق الأبناء على آبائهم وأهمية الحوار الأسري وثماره وآثار التسلط من الآباء. كل هذا وأكثر نناقشه مع الأستاذ عبد الحميد الكبتي، المدرب والمستشار التربوي والاجتماعي. حياك الله أستاذنا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. حياكم الله. أستاذ عبد الحميد، أولا كيف تقيم ثقافة الأسر الليبية ومدى فهمها وللعلاقة الآباء بالأبناء؟ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الموضوع هذا علاقة الأب بأولاده من أهم المواضيع التي تحتاجها الأسرة الليبية، ذلك بأن علاقة الأب بأولاده في داخل الأسرة الليبية وفق الكثير من الاستشارات واستطلاعات للرأي هي علاقة في أحسن أحوالها هي علاقة مادية، بمعنى أن الأب يتعب، نحن نقر في حقائق، يتعب ويجري ويوفر في لقمة العيش، لكن ليس أبعد من ذلك في علاقته مع أولاده، فهو يحرص على يوفر لهم كل حاجة، ممكن يشتغل وظيفة اثنين ثلاثة، لكن تجد الجانب السلبي في الموضوع أنه هو غالب وقت خارج البيت. نعم. وهنا الحقيقة نقطة مهمة جدا عبر عنها أحد العلماء بتعبير فيه نوع من البلاغة أو الأدب أو المزاج، يعني مجازية المسألة، أن اليتيم الحقيقي في واقعنا اليوم هو الذي لديه أم مشغولة وأب مهمل. اليتم الحقيقي من لديه أم مشغولة وأب مهمل. لو طبقنا هذين المعيارين نجد أن اليتامى لدينا أعدادهم كثيرة جدا في داخل الأسر. سبحان الله. في استطلاع لإحدى الدول الأخرى تبين أن هناك تحسن في وعي الناس بأهمية دور الأب في داخل الأسر، فقبل 35 سنة من الآن، يعني نحكو على سنة كم؟ 35 سنة، يعني 1980، أيوة، كان الوقت الذي يعطيه الأب لا يتجاوز 12 دقيقة في اليوم. سبحان الله. نعم، هذه استطلاعات ورصد. الآن بعد إجراء تبين أنها ساعتين إلى ثلاث ساعات، هناك نوع من التحسن في هذا الموضوع. نعم. لكن القصة المهمة جدا، حتى الساعتين والثلاثة إن رضينا بها وفرحنا وهللنا، ما هو المحتوى الذي يكون فيه ملء هذا الوقت في داخل الأسرة حين تواجد الأب؟ نعم. هذه نقطة مهمة. في أباء يجلسون مع بيوتهم أو في بيوتهم مع أولادهم والزوجة وكذا، لكن شن يديروا؟ في بعض الآباء يتمنى أهل الأسرة أن يخرج من البيت، فهمت علي؟ فالحقيقة الواقع الأب في داخل الأسرة الليبية يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى وعي ويحتاج إلى لمسة أكثر من مرة. نعم. زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت عن علاقة الحمات بكنتها، ولا كثير من الإخوة والأخوات يريد تزيدون أكثر من حلقة، الناس تريد أن تفهم هذه القضايا فهما منهجيا، فهما راقيا، وهي قضايا تلامس الواقع جدا. وأنا لا يعني أكثر شيء يؤلمني حقيقة في ليبيا في واقعنا اليوم أن نحن يا أخواننا يا أخواتنا يا ليبيين رانا مرينا عبر نقوله 50 سنة، بلاش حط حتى الخمس سنين هذين، 50 سنة مرينا بشيء إن صح التعبير تدمير الإنسان.
سنوات التيح. والله أخي مش 40 متاعتهم عمر وحط عليهم حتى هذين يعني. ليش في كل المجالات، في التعليم، في الصحة، في الأسرة، في الزواج، في الأخ أخت الكن عمتها، وما هذا البرنامج أخي الحبيب إلا إضاءة عشان الناس تستفيق في بعض الأمور. نعم. لكن علاقة الأب في داخل الأسرة الليبية تحتاج الحقيقة إلى إضاءات من جوانب متعددة حتى تضفح الصورة لدى ونحن الناس. في هذه الحلقة إن شاء الله نحاول إن شاء الله. يعني أن نضيء إن شاء الله. طيب، كيف حدد الشارع الحكيم معالم هذه العلاقة بين الآباء والأبناء، وما هي القواعد التي حكمت هذه العلاقة؟ نحن طبعا في ضابط مهم في بداية الحلقة عشان الكلام كله يندرج عليه. لما نتكلم عن الأولاد، الأب وعلاقته بأولاده، يوصيكم الله في أولادكم، يعني نقصد بالولد الذكر والأنثى. لما نجون فصل نقول هذه أنثى وهذا ذكر، لكن راو المقصود هو ما أنجبه هذا الأب من أولاد سواء ذكورا ولا إناث. الحقيقة الشارع الحكيم ضبط هذه العلاقة ضبطا رائعا جدا في كثير من الأمور. لن نتكلم عن بر الأبناء بآبائهم، هذا ليس موضوع الحلقة، ولن نخوض فيه ولن أتطرق إليه. أنا أتكلم في هذه الحلقة عن دور الأب داخل الأسرة وخاصة مع بناته ومع أولاده. نعم. هذه العلاقة ضبطها الشارع بالمظلة اللي تكلمنا عليها في الحلقة الماضية، وقلنا أن هي زي السقف الذي يغطي البيت، جعل بينكم مودة ورحمة. العلاقة الأب مع عياله وبناته إن لم تسودها المودة والرحمة والحنان والحب والحرص والضبطبة إن صح التعبير بالليبي، هي علاقة ستكون بدايتها فاشلة، خلاص انتهى الموضوع. لأن هذا هو الإكسير، هذا هو الأكسجين اللي ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما تجرعه من أبوه بحبه، بحنانه، بلمساته، بكذا، سواء كانت بنوتة أو كان ولد صغير. والكلام هنا يرتكز حقيقة لإخواننا وأخواتنا المقبلين على الزواج والذين لديهم أطفال صغار. نعم. كلما زرعنا هذه القيم وتشربوها كما يتشرب الحليب والعصير والأمية في داخل الحوش، كلما نشأت هذه الأسرة تحت عناية الله سبحانه وتعالى جعل بينكم مودة ورحمة. إذا زرعنا هذا المعنى في عيالنا رانا نحن حنتريح بشكل كبير جدا. ولذلك أخي الحبيب، القاعدة الشرعية أو المعنى، بلاش نقول قاعدة شرعية، المعنى الشرعي الجميل الذي يقول، أظنه عمر بن الخطاب، لاعبه سبعا وأدبه عن الولد، وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. يقعد عمره سبعة 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 21 سنة يطلع جدع أو تطلع عروسة بكل معنى الكلمة. فلما تجي أنت في مرحلة السبع الأولى هي مرحلة التعلم، وهذه دراسة والناس المتعلمين واللي يقروا في المدارس، التعلم بين قوسين، التعلم عن طريق اللعب، هذا فن. إن الولد في هذه المرحلة لا مطلوب من البنية تحجبها، ولا مطلوب من وليد يمشي يصلي معك في الجامعة، مش مطلوب شرعا نحكي، ممكن أنت تدير في أشياء أخرى، مندوبات كذا، ولا مطلوب منا أفضل صلاة، حتى صلاة علموهم عليها لسبعين ها شفت. لكن هي مرحلة التعلم عن طريق اللعب، نلعب معاه وننزله وننزل لمستواه ونعمق فيه ما أريد أن أزرعه من معاني. بس بعض الآباء يأنف هذا، مشكلته هذه مشكلته هو بعض الآباء للأسف الشديد لا يدرك هذا المعنى. بعض الآباء مازالوا يا فيتوري، عندكم رز، عندكم سكر، نجيب لك هذيك الحاجة، شريته بنطلون بس، بعدين خلاص يلا عدي الماما هكي. هو بعض الآباء عندهم خلط بين اللين والرأفة والود والحب وبين الخور والضعف، هذه ناتج للشخصية. نحن قدوتنا هنا أنا وياك وكل المشاهدين في ليبيا الحبيبة، قدوتنا هو خير البشر أجمعين. هو أنا نقول بعض الناس باش يستقضوا لعمره. طبعا قدوتنا هو الرسول. لا نجيب لك رئيس حزب، ولا نجيب لك فلان مجهول، ولا نجيب لك واحد أجنبي، قدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. كيف كان عليه الصلاة والسلام يزرع هذه المعاني، وشن علاقته بالحسن والحسين
اللي هم ابناء السيده فاطمه رضوان الله عليه، كيف كان يتعامل فيهم لما كانوا بيبي، لما كانوا عيال صغيرين؟ نعم. كان ينزل مش رئيس مؤتمر، مفتي عام، رئيس دوله، كان ينزل عليه الصلاه والسلام على ركبتيه هكذا، نعم الجمل جملكما ونعم العدلان. شفت الاداء الراقي؟ هذا هو قدوتنا. ما تجيش انت اب تقول لي لا ما نقدرش، انا نأنف. تأنف مشكلتك، انا علي اني نوري ما هو الجانب الجميل والحسن في القصه، مش بس مع الحسن والحسين. انت عندك بنوتات ما عندكش اولاد مثلا، تمام، شنو ندير لنا البنوتات؟ نفس الشيء، نلعب ونمشط الشعر وندير جرينات ونضحك، هذه المرحله التعلم عن طريق اللعب. في وسط هذا اللعب هذا نقعد نزرق انا في حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعطي في معنى آخر عن شيء جميل في التربية، نحفظ أذكار. الشاهد أن العلاقة الذي يأنف من تربية أولاده تربية صحيحة حيصدم في الدنيا ويصدم في الآخرة. نعم، هذا يعني قاعدة من القواعد الحاكمة التي تحكم هذه العلاقة بين الأباء والأبناء. نعم. نريد أن نواصل في هذه القواعد، هذه المظلة الأولى وهي مظلة المودة والرحمة، وهي مظلة عامة لجميع العلاقات العائلية، سواء بين الأباء وأبنائهم، بين الأخ والأخت، الله يفتح بين عليك. لكنها الأمهات هنا والبنات، تمام، لكن هنا أبرز الأب، لأن معروف عنا نحن كمجتمع ليبي أن فينا شوية قسوة، فينا شوية زي ما قلت أنت أنفة، شوية كيف أنا نلعب، كيف أنا ننزل نمشي على رجلي. نعم. وإن كان ملاحظ في السنوات الأخيرة يعني قلت هذه القسوة وقل هذا الجفاف. أيوة صار. نعم. لكن نحن نطلب الحقيقة المزيد. ليس مطلوب منك أنك أنت تحكي لكل الناس أو تتعامل هكذا مع كل، هذه مع ويلتك أنت داخل البيت مستور ودير اللي تبيها، بس هذين هكذا كان عليه الصلاة والسلام. أنا من الأيام اللي فاتن شباب في النت طلع هاشتاج وصور وتعليقات، كن مثل زيد والله كن مثل بلال، كن مثل بلال. طلعت اليومين أمس بديت في هاشتاج جديد كن مثل محمد. نحن قدوتنا هو محمد عليه الصلاة والسلام. أما التعليقات التافهة وكذا، نحن كمجتمع إذا أردنا أن نرتقي يكون الرقي أول. هذه المظلة العامة اللي هي فيها المودة والمحبة. نعم. قبل أن ننتقل إلى القواعد الحاكمة للعلاقة. نعم. بين الأباء والأبناء، اسمح لنا بالخروج لفاصل قصير. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل نواصل بعده بإذن الله، فأهلا وسهلا بكم. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، محمد القماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. أجدد لك التحية أستاذ. طيب، نتكلم عن القواعد الحاكمة للعلاقة بين الآباء والأبناء. أول طبعا هذه المظلة الأولى تكلمنا عليها. نعم. طبيعة العلاقة وكذا. أول هذه القواعد الحاكمة إن صح التعبير ولعلك تستغرب فيها، هو التعامل الراقي المحترم بين الأب والأم. الولد قبل يجي لهذه الأسرة أو البنت كان. نعم. الأب والأم اللي هم اللي عايشين بروح. إذا كانت الأم لا تحترم الأب، وإذا كان الأب لا يحترم الأم، أنت تدمر في علاقتك مع أولادك كأب. هذه خذها قاعدة. أنا لاحظت أن الكثير من التربويين يعني يربط بين العلاقة الزوجية، علاقة الأب بالأم،
وبين تربية الأبناء وتوجيههم وإشباح حاجاتهم. طبعا طبعا. وفي شيء آخر مهم جدا ما دام أنت تطرقت وتنابش في المواضيع علينا، أن مرات يكون العلاقة الزوجية بين الأب والأم شبه يعني ميتة، العلاقة الخاصة الزوجية، لكن مع هذا يحرص الأب. عفوا بس شبه ميتة إيش يعني؟ يعني مثلا يصلوا إن صح التعبير إلى حالة الطلاق العاطفي إن صح التعبير، تمام؟ ومع هذا الأب والأم الأذكياء لا يظهروا خدشا للاحترام فيما بينهم التعامل مع قدام الأولاد. فهمت علي؟ هو وياها في غرفة النوم ما فيش أي علاقة بيناتهم، كل واحد يرقد في حالة، لكن مع العيال لا هي تقل أدبها ولا هو يقل أدبه. هذه نقطة مهمة جدا. بعض الأباء، وأنا تأتيني مشاكل من الناس، يسب في الدين زوجته، يقول لها في كلام مش كويس، يا كلبة يا حيوانة يا مش عارف شنو، بعدين يجي يقول لها أنا نبي ربيك ونبيك ولد صالح. أي صالح هذا؟ أنت قاعد الولد سواء كان بنت ولا كان، إذا أهنت أمه أنت دمرت جزء كبير جدا من قواعد التربية بناتكم. سبحان الله. إذا أهنت أمه أنت أهنت كل ما يمكن أن تبنيه خلال سنوات قادمة. أنت تعارك أنت وأمه، ولذلك حتى مرة حكينا في مسألة الاختلاف التربوي ولا كذا، أنت وزوجتك مختلفين في كيفية التعاطي مع هذا الولد، احكوا بروحكم، خشوا للدار، أطلعوا أنت وياه في السيارة وتكوها، تعاركوا على كيفية التربية. لكن قدامه لا، بعض الآباء والأم وبعض النساء للأسف الشديد مع زوجها تمام تمام تمام، لعندي أطلع الزوج بعدين يقول بوكم بوكم قال إيه ده؟ العيال يلقطوا يلقطوا في حتى في كلمة بوكم والله بوك والله بالطريقة هذه، إن بابا يعني عند ماما أي كلام. أول قاعدة عشان نحافظوا، الأب بكل له دور، إن الزوجة تحترم الأب والأب يحترم الزوجة، هيك نجعل قاعدة رئيسية. نعم. في التعامل. بعض الأمهات لها وجهان، تكون بوجه أمام الوالد وأمام الأب لما يكون في البيت، ولما يخرج هي بوجه آخر. ما خطورة هذا الأمر على الأبناء؟ هو أمر خطير بصورة عامة، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلم وخطورته على الأبناء أنه هو يخلق فيهم أن لا يحترموا، لحظة، لا يحترموا أمهم ولا يحترموا أبوهم. ولذلك في نكتة بسيطة هيك يقول لك، في جارة من جارات جت تزور في عيلة، جت بنوتة صغيرة هيك قريناتها وكذا، جت وقعدت تبحث في الجارة هذه هيك وتلف عليها من هنا وتشوفها من لورا. قلت لها كنك يعني ليش انت دي؟ قالت اصلا اول ما دقيت الباب امي قالت اهي جاتكم ام وجهين، فانا ندور في الوجه الاحمر. فالعيال للاسف بكل براءة ينظروا الى عدم احترام للطرف سواء كان ام او كانت ام. نعم. الجانب الثاني أو القاعدة الحاكمة الثانية هي عدم الظهور المفاجئ لدور الأب في حياة الأولاد. ما معنى هذا؟ الأب غايب على الحوش، يوفر في الزيت والطماطم والمكرونة وكذا، لا عند الابن يدير مشكلة، لا عند يبلغ، لا عند يخش في سن مراهقة، لا عند البنوتة تعاني في قضايا عاطفية، لا عند يكتشفها دايرة تليفون، لا عند يطلع بعدين كأنه هو شنو جراندايزر او سوبرمان. ايوه، ويدور في حلول. تعال يا استاذ عبد الحميد. هيدا لا يا بابا، لا، التربيه تاتي من نعومه اظفارهم، من اول ما يطلع من رحم الام ويغسلوه وهو الام ما زالت مريضه مسكينه، تؤذن وتكبر وتقيم الصلاة وتحنك. نعم. التربية تبدأ من غادي. نحن تكلمنا عن التربية قبل الإنجاب لما تحدثنا عن تربية الأبناء. فبعض الأباء للأسف الشديد ما يندرش عليها وين ماشية. الأم هي اللي تقري، الأم هي اللي تعاني، الأم اللي هذا واقع كثير من الأسر. مش أنا ضد الأباء، عندنا ناس محترمين، عندنا ناس راقيين زي ما ذكرت حضرتك، لكن الأباء للأسف يغيبوا عن مشاكل أولادهم وعن حياتهم وعن متطلباتهم. لما تقول لك بنت عمرها 17 18 19 20 سنة سن مراهقة، تمام، بابا ما نتذكرش سلم علي سلام وأخذني بالأحضان من وأنا صغيرة. نقطة، هذه نقطة سودة تسجل في سجلك كأب. لما تقول الولد يقول لك بويا ما يندرش علي، ها تبي فلوس يعطيني فلوس ونطلع ونمشي، هذه نقطة سوداء أخرى. نعم. فبعض الأباء للأسف الشديد إنه هو يغيب 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 يا فتوري، لعندي يجي لي مشكلة معينة لسن معينة يطلع هو المنقذ وهو صاحب الجبروت وهو السيد إن صح التعبير. نعم. في داخل البيت. نعم. هذا يسوقنا للحديث عن أمر مهم أستاذ عبد الحميد. الشاب أو الفتاة إذا تعرض لورطة
أو مشكلة يخاف في المقام الأول من والده أن يعرف، لماذا؟ لأن التربية أصلا ابتنت على خوف، ما ابتنتش من سنوات الأولى على المودة وعلى المحبة اللي حكينا عليها، وعلى أنك أنت تحكي لي مشاكلك من أنت بيبي. حتى معلش يعني نعطيك أمثلة بسيطة، التبول اللا إرادي، قصة واحد ضربني في المدرسة، أنا نخلي علاقتي مع بناتي ومع عيالي منفتحة بهذه الطريقة. أحيانا المواضيع أكبر أستاذ عبد الحميد، بالذات في الفتيات. ما أنا نحكي لك من إذا أنا عودت من الأول أنه هو يحكي لي على قضايا بسيطة يا فيتوري. فهمت علي؟ نعم. لما يكبر يقعد يحكي، أولى ابتدائي يحكي، ثانية، وهكذا كلما كبر كلما المشاكل معاش يحكي لي على، هو في الثانوي يحكي لي على تبول لا إرادي ولك. فلكن أنا معود أنه هو يفضفض، أنه هو يحكي وإني نوقف معه. لما جاني ابني عمره 5 سنين 6 سنين 7 سنين وعنده تبول لا إرادي وبديت نستهزئ به أنا كأب، لما تصير له مشكلة جنسية كبيرة في المستقبل ومعاناة والله مخدرات والله معاش هيحكي لي. إذا أنت استهزأت بي لما كان عمري 6 7 سنين الآن تبي تحلي مشاكلي وأنا عمري 20 والله كذا، فهمت؟ طيب علي؟ طيب ما السبيل لأن نجعل الأب هو الملاذ الآمن لهؤلاء الأبناء في المواقف الحياتية التي من الطبيعي قد يتعرضوا لها؟ أن نبتعد عن التسلط ولا نقعد أب فاتح صدري للجميع تماما، زي الشاب هذا الكاهي اللي جاء للنبي وقال له إذن لي في الزنا بعدك، في حاجة ممكن تصير للولد ولا بنت بعدك أوفر يعني ما فيش، تعال نبي نزني أنا. كيف كان تعامل عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة والسلام تعال تعال، إقناع، حوارات، دوة كذا، ترضاه الأمك ترضاه الأختك، كل شيء ينحط على الطاولة، في أشياء جميلة جدا الأمة تسمحش به أصلا، وفي أشياء الأب يقود. وهذا يقودنا إلى النقطة الرابعة. نعم. من القواعد أخي، إن ضروري الأب يخصص وقت للجلوس مع الأولاد في البيت بشكل عام، ها، ويخصص جزء من هذا الوقت لكل واحد منهم على حدة. نعم، بس البعض أستاذ يعني يقول لك هذا من الصعب جدا. كيف صعب؟ كيف صعب؟ يعني العمل الصباحي، الدوام الصباحي من 8 مثلا لـ3 في الظهر. تمام. ربما يكون عنده عمل مسائي هيك، وإن شاء الله الحسبة تلاقي في مجتمعنا الآن. تمام. بالذات تمام. اللي عنده يعني أكثر من ابن، عنده 6 أو 7 أبناء. شنو الحل؟ العيال هذين ما ملهم، زي ما أنت تبي وظيفتين في توري. زي ما أنت تبي وظيفتين مش يلا تلايم زي ما ذكرت حضرتك على الأكل والشرب، شنو الحل؟ العيال هذين مش نديروا لهم؟ شو نديروا لهم؟ قول. نحن عندنا مثل شائع يعني نقوله، المرأة هي اللي تربي، يعني حتى الأب لو انشغل في عمله من الصباح إلى الليل يعني الزوجة هي التي تهتم بأمور تربية الأبناء وكذا. يعني المثل هذا أنا نجاريك الآن في الحوار، يعني المثل هذا كأنه هو دستور إلهي يقول. نعم. شوي خليني نمشي معك باش نوضح. نعم. نوضح الفكرة للناس، إن الراجل هو اللي يجيب، وعبارة عن المرأة تحمل منه وبعدين المرأة تتملك كل شيء. لا، لا ليس دستور إلهي أو مثل، يعني ليس هذا، مش معنى الكلام هذا إن هذا المثل صائب 100%. أنا نؤيدك تماما يا رجل، لن يكن هناك رجل أكثر انشغالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي انت مشغول خلال اسبوع يا فيتوري، تشتغل من 8 لـ3، تروح تاكل لقمه وتمشي من 5 لـ8 تجي للقناه، تمام؟ ماشي هيك؟ نعم. ما عندكش ويكند؟ ما عندكش يوم ترتاح فيه؟ القصد ان احيانا الواقع هو الذي يفرض هذا. انت استسلامك للواقع، استسلامك للواقع على حساب الواجبات الشرعيه هو اللي خلى الواقع هيك. انت ليش تستسلم؟ يا سيدي نحن عندنا الفيتوري يطلع من 8 في الصبح معاش يروح شوف البحبح لعنده 12 في الليل، تمام؟ عنده يومين عطلة، اليومين هذين شنو يدير فيهم؟ هذا هو السؤال المهم. ممكن أنا نشتغل 5 أيام فل من 8 لعنده 12 في الليل يا فيتوري، واللي عايش في الغرب يعرف طبيعة الحياة الصعبة اللي ممكن يشتغل فيها الإنسان. والويكند غربيين ما عندهمش لا دين لا مل، الويكند للعيال اوف، تليفون اوف، انترنت ما فيش، شغل ما فيش. اذا انت ترى ان الجلوس مع الابناء من قبل الاب هذا فرض عين، مش غير شنو نقول لك. ولذلك حتى في نقطه مهمه انا نحب ننوه عليها، ويا ريت يعني نطوروا حتى ادائنا وهذا على المنبر هيك نقول فيه في القناه، في بخصوص الصور والفيديوهات وكذا. يا اخي زمان كانت عندنا اللمه على الغداء على الاكل، الا تعد شيء رئيسي ايام بوك وبويا؟ نعم. ما اللي غايب؟ ما اللي غايب؟ ما فيش، وينك؟ حتى التليفونات زمان ما فيش. الآن كل سبل الاتصال بمسج بموبايل وكذا، الناس ما عادش تلتقي على الغداء، ما عادش تلتقي على وجبة.
نزيدك من الشعر بيت. زمان كان عندنا حاجه سموا فيها عداله، مش عارف شو تقولون انتوا. انا انت تتكلم مترجمه انت بتاع الشاهي هذه اللي عالت الشاهي، عالت الشاهي، ونحن نقول له عداله او عاله. بعد الغداء تقمعز امي وتدير البريموس الغاز والله ونقمعز ونشرب. لماذا نحن اصبحنا كل واحد الان بروحه؟ يجب على الاباء من جيل الشباب وجيلكم انتوا ان يحرص على هذه القضايا. الو انا نروح الساعه 2، العيال امتى يروحوا؟ يروحوا يجيبهم الباص جدلا من المدرسه الساعه 2:15، 2:30 يكون الغداوات وما فيش واحد يرقد. انا كاب نفرض هذه الشخصيه، مش تقعد انت طرطور، معلش انت لا تلتقي معاهم، لا تطلع. انا ذكرت لك في النقطه هذه ان انقمعز معاهم كلهم وشوف الذكاء، الذكاء الاب يلقط ان واحد من العيال ولا واحد من البنات جوا مجتمع يدير سبل، ها يدزوه يجيب حاجه من البقاله. الاب زوجته قالت له عاد جيب لنا هذيك، ياخذ معه واحده من البنات، ياخذ معه واحد من العيال، يطلع معاه، يحاول يحتحت شنو المشكله اللي صايره، شنو اللي كذا، يلبسه في السياره، يحط يده في شعره، يضحك وياه، يعطيه شوكولاته، يقول له تغير بيها جوك. هذه الاشياء تخلي الاب والاولاد علاقتهم مع بعضهم اخي فيها دفء، فيها بعد عن الخوف اللي انت ذكرت، فيها بعد عن نظريه الناس تشتكي من الحاكم الدكتاتور والأسر تشتكي من الأب الدكتاتور. لا، أنا نحس مع أبويا لما نطلع معه في السيارة، الله، أمن، أمان، راحة، يلمس فيا، يدغدغ فيا، يداعب فيا، يا سلام. أنا هنا نطلع شخصية سوية، شخصية مشبعة عاطفيا ومشبعة فكريا. أبويا لما كنت أنا بنوتة عمري 17-18 سنة وبديت نخش للجامعة وفي علاقات وفي شباب بدأ يوجه فيا ويقول لي في أشياء جميلة، والله العظيم مرة أعطيت محاضرة لطالبات في بنغازي متخرجات من الثانوية في منطقة بودزيرة لمدرسة أظنها شهداء الصابري أو حاجة زيك. نعم. تكلمت حول هذه العلاقة، الأمهات فرحا فرح غير عادي، وبديت نشرح أن لا تنخدعي، أفطني روحك، أفطني دينك، أفطني الأمهات قال لي الكلام هذا يا ريت الآباء كلهم يعودوه في الحوش أكثر من مرة. فأنت مرات تلقط واحد منهم وتدير له برنامج خاص به بحيث أنك أنت تغذيه في هذه المرحلة. سبحان الله. ونعود لما ذكرته في بداية الحلقة، أنا أظنه للشاطبي لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، سبحان الله، وإن كانت يعني لها أكثر من 1000 سنة وهي يعني الآن يعني هي نتاج بحوث وكذا. نعم نعم. النقطة المهمة جدا من القواعد اللي تسبب إشكاليات وتسبب مشاكل، قد يصل أعمار الأولاد والأبناء، الأب يموت رحمة الله عليه، يقعدوا هم في الخمسينات ويعانوا من هذه النقطة، وهي يا الله. طبعا، وهي عدم العدل في العطايا بين الأولاد. أوه كثيرة هذه، عدم العدل. انا منسجم مع اولادي الفيتوري والسمح وكويس، وني نعطيه قطعه ارض والاخرين يمصوا في الليل. ايوه ايوه. هذا يا ويله من الله سبحانه وتعالى. اسمع حديث في البخاري ومسلم ان امراه بشير بن سعد الانصاري طلبت اليه ان يخص ولدها النعمان بن بشير، وهو احد رواه حديث هذا الولد. نعم. الغلام احد رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان يخصه بمنحه وأن يشهد على هذه المنحة، الفلوس يعني أو العطية، يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال له يا بشير ألك غيره؟ يعني عندك عيال وبنات غير هذا الولد؟ قال نعم يا رسول الله. أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال لا يا رسول الله. قال ارجع والله أفطن لللفظ، ها، لن أشهد على جور. الله. والحديث في البخاري ومسلم بأربع روايات، أنا لقيت الرواية الكلمة هذه جور. النبي لم يقبل انك انت ان هو يشهد على جور. استثنى الامام احمد، الامام احمد عقليه رائعه جدا. نعم. استثنى ان لو كان احد البنات مثلا او الاولاد عنده شلل، عنده كذا، البنات كلهن والعيال متزوجين ومرتاحين، وواحده من البنات طاحت في زوج عطيب فقراء محتاج. ايوه، نستاذن من العيال ونعطيه لكن بشكل عام العطايا يا ويلك من الله. يعني حتى بعض العلماء قال عذاب هذا الأب يوم القيامة لا قبل له بتحمله نتيجة عدم العدل في العطايا. نعطي بنت نحبها ونمنع أخرى، نعطي العيال ونمنع البنات، هذه مش في الميراث. نعم. هذه في العطايا العادية، ها، واحد تعطيه بدلة، واحد ما تعطيه شيء، واحد لا،
يجب أن يكون هناك الأب عادل في كل شيء، حتى المعاملة، حتى المعاملة. حبك لواحد على حساب واحد شيء، ومعاملتك للجميع بتساوي شيء آخر. النبي، ما نأخذ مثال آخر، النبي كان عادلا بين زوجاته التسع، لكن قلبه يميل إلى عائشة. نعم. تمام، هذه حاجة وهذه حاجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تؤاخذني بما لا أملك. هذه مسألة قلوب. إذا مسألة القاعدة المهمة جدا هي العدل في العطايا. تخيل أن أسر الآن تواصل معايا نساء وشباب في الأربعين والخمسين والستين، سبب القطع بينهم والكره والغل والحسد أن الأب رحمة الله عليه للأسف شديد لم يكن عادلا في عطاياه. تمام؟ نعم. عندك شيء تبي تقوله ولا نكمل؟ استمر. تمام. القاعدة الأخرى: الاهتمام بالمشاكل ومتابعتها وحلها. في فرق بين الأباء للأسف الشديد بين أنه يقعد قصقص ويتجسس على العيال المراهقين والبنات، وبين أنه يتابع. الأب الذكي المثقف اللي ديما دندن حول هذه النقطة، اللي يتابع ويطور في روحه وكذا، والله أحيانا من وجه البنت أو وجه الأب يعرف إنه شن صاير. سبحان الله. والله تصل إلى هذه الدرجة، هذه معويلتك طالعين من صلبك يعني. وين إذا أنت، معذرة، ما تفرستش فيه مع من تتفرس. فالأباء يرتكبوا في حماقة، ها نقولها، يرتكبوا في حماقة يتجسسوا على أولادهم وعلى بناتهم. لا، في فرق بين أننا نتابع وفي فرق بين أننا نتجسس. الأب الراقي، الأب الحنون، الأب اللي نحن نبوه علاقته حلوة مع عياله، يقدر يتبع فيهم هاش صار كذا، بلكي نساعدك، بلكي ندير لك، بلكي كذا. نعم. قبل أن ننتقل إلى النقطة التي بعد أستاذ، اسمح لنا بالخروج لفاصل. إذا فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فحياكم الله. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، nadirelamrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر. حياتنا غير لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. أستاذ عبد الحميد، كنا نتكلم قبل الفاصل عن القواعد الحاكمة للعلاقة بين الأباء والأبناء، تكلمنا عن التعامل الراقي بين الأب والأم، تكلمنا عن الظهور المفاجئ للأب، تكلمنا عن العدل. نعم. نعم. تكلمنا أيضا عن تخصيص وقت للجلوس مع الأولاد وللشاهي بالعالم. أيوة. النقطة الأخرى والآخر حاجة تكلمنا عليها الاهتمام بالمشاكل وحلها وكذا. نعم. النقطة الأخرى هو التنوع في التوجيه من قبل الأب على قدر تنوع الشخصية. بمعنى؟ تكلمنا في تربية الأطفال، قلنا سمعي بصري حسي، قلنا نشيط. فالأب لما بيجي يوجه داخل البيت، هذا نحكو على الأب الراقي، الأب المتعلم، الأب المنفتح، إنه هو يوجه بتوجيهات مختلفة، توجيه أفطن، توجيه يحل بكلمة بسيطة هما يأكلوا في كيكة في الحوش، توجيه ينحل بشكل عملي، صبوا يلا 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 توضوا ونصلوا ركعتين لله، شفت؟ توجيه ترى أفتح لنا على قناة كذا فيها نتفرجوا كنا مع بعضنا، توجيه هذا فيلم جديد يا شباب نازل لها أربع أيام في أمريكا نبغى نتفرجوا عليه، هو عارف أن هذا الفيلم له دور. كثرة التوجيهات تحبب الأطفال، كثرة وسائل التوجيه تحبب الأطفال أن بابا مش كلاسيك، خاصة لما يطق المراهقة أفطن يا فيتوري، أنت تعمل فيهم بالصلاة يكرهوك لو أنت محاضرات فقط. أيوة، صليتوا
يا مش عارف ويزرق معاها كلمه شينا توضيتوا مش عارف، يقعدوا يصلوا البنات والعيال من غير وضوء عشان بابا الدكتاتور اللي ما يعرفش الا طريقه واحده اللي هي صبوا معايا للجامع. لا انا الاب النزيك ان صح التعبير باللهجه البنغازيه اللي هو المتعلم نقصد به، هو اللي عدد هذه الوسائل بحيث انه يجذب واحد مدخل بتاعه الكلمه، واحد المدخل بتاعه شويه مصارعه انا وياه على الطاوله والله على الكلمه، واحد مجرد اني نلعب انا وامه ويحقنا وني يفرح يجي ينط علينا، هذا التنوع مطلوب. لاني ناشن هدفي مع عيالي، هدفي اني اطلعهم احسن مني، ولما نموت تجيني ملائكه تقول انت ترتقي في الجنه لانك سيبت وراك اولاد صالحين. ولد صالح يدعو له. الله يفتح عليك. حتى الحديث الاخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ان الرجل لا ترتفع درجته في الجنه فيقول مما هذا يا رب؟ يقول باستغفار ابنك لك. فانا نشتغل هكي ونلعب وندير وندير في الحركات، انا هذا هو الهدف، نبيهم احسن مني، جيل صالح راقي يخدم بلاده ويعيش حياه كريمه، وفي نفس الوقت انا لما نموت يقولوا رحمه الله عليه وكل مره توصلني منهم حاجة. نعم، انت قلت انك تخاطب الاباء الراقيين المنفتحين، ونحن ندعو ايضا غير المنفتحين للانفتاح. هذا هو، هي منابشه باش ان هم يلحقوا بنا. نعم. النقطه الاخرى الحقيقه هي الحرص على الجلسات العائليه في داخل البيت بشكل متنوع. ما معنى هذا؟ ما عادش يقعد النمط متاعي ان نحن نقعد نقرا كتاب في السيره، هذه جلسه، بس في جلسة أخرى مسابقة، في جلسة أخرى سمر، في جلسة أخرى لعب. لعب زمان نحن صغار نلعبوا في شو اسمها هذه بنك السعادة ولا شو بنك الحظ. بنك الحظ من النكت قال لك نحن موجود من كثر هو. ما نحفظه ما نلعبوا في بنك الحظ، اللي ماسك البنك هو اللي يفوز، لما طلعوا وزراء حتى هم اللي ماسكين. فالشاهد مرة بنك الحظ، مرة لعبة، مرة كذا، مرة ضرب بالمخاد. هذه الأجواء الحقيقة تخلي الأسرة فيها نوع من يتمناها الإنسان. لما أنت ابني تكون بعيد علي راهو بدينا يا فيتوري، تقعد أنت متشوق أنك أنت تجي. زي ما في طلاب مدارس الآن عيال صغيرين نتيجة تعلقه بالمعلمة متاعه ما يبيش يروح للحوش، يقعد يبكي في المروح، وفي واحد يقعد يبكي باش يجي المدرسة. شفت؟ أنا كأب دوري أني أخلي هذا البيت مصدر تشويق. نعم. مركز إثارة. نحببهم هذه سيرة النبي، هذه شوية تلاوة، هذا أدب وشعر وكذا نعمق فيهم معنى، هذا مرة أمهم دايرة حاجة، هذه مرة خلوا ماما والبنات يتريحن نمشي نحن نضم المطبخ. هو التنويع جميل في كل شيء. لما أنت تنوع مع عيالك حيحبوك أكثر. نعم. ويشعروا أنك أنت إنسان صراحة مش مجرد ديكتاتور هايا مهايا وكلامه. نعم. اسمح لي باستقبال هذا الاتصال من أخي خليفة. حياك الله أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم على البرنامج الطيب. يا طيب وفيك. بارك الله أخي، تفضل. بلا حب دكتور ماني يسمعك الله، تفضل. بلا يا دكتور، أنا صاير لي موضوع بخصوص الحلقة. أنا أرزق زوجتي وعندي منها طفل وطفل. نعم. وفرق عن طريق كيف وصار بيني وبينها خلاف هو معلش اسمح لي، هو الموضوع يعني خارج، فخذ رقم تليفوني الشخصي من الكنترول، كلمني بعد الحلقة أو بكرة نهارا وأنا نتواصل معاك عشان حفظا على وقت المشاهدين في هذا المحور. تمام أخي؟ نعم. الله يفتح عليك. الله يفتح. طيب شكرا أخي خليفة. نواصل الأستاذ. نعم. عبد الحميد. فالجلسات هذه تخلي في نوع من الجذب. من النقاط أيضا، وهذا كلام يوجه للأباء سواء النازكين والله غير النازكين، وهي بقدر تنوع شخصية الأب. شوف دقة المعنى اللي بنقوله، بقدر تنوع شخصية الأب بقدر ما يحبوك أولادك. شنو معنى التنوع؟ كيف الإنسان يمكن يكون منوع يعني؟ سؤال رائع. شخصية الإنسان أنا في نظري كمثل قوس قزح أو قوس المطر، فيها ألوان متعددة. لما كنت أنا في خامسة ابتدائي نتذكر في مدرسة الشورى وكانت في بنغازي، وأبلتنا اللي عندي الآن نتذكرها اسمها أبلة رجعة،
وأظن تذكرني شفتها لما روحت من برا سلمت عليها. كنا ندخل للمعمل والقرص الدائري لو تذكر، مش عارف خليتوها أنتوا اللي فيه القرص الدائري هذا فيه ألوان، ألوان الطيف أو ألوان قوس المطر، ألوان معدد. لما ناخدوه ونلفوه يتحول هذا الألوان المتعددة إلى لون واحد وهو لون إيش؟ الأبيض. وهذه قاعدة علمية معروفة. شخصية الإنسان أنا عندي يجب أن تكون بهذا التنوع. وقت المرح أنا نوريكم نكت ونوريكم مواقف ونديريكم مقالب يا أولادي عمركم ما تخطر عليكم. وقت الجديات وتلاوة القرآن أنا نتكلم بالإحكام ونعطيك لقطات في التفسير عمرك ما تحلم بها. وقت تلاوة القرآن، وقت المسائل الفقهية، وقت الجد، وقت العمل، كل مرة يشعر أنه واو بابا في النقطة هذه. بس هذا شيء صعب يعني. ليش؟ أنت أرقيته مرتقا صعبا يعني. ليش صعب؟ أعطيني هاي يعني هذا التنوع أنت تحتاج إنسان أب يكون موسوعي يفهم في الفقه، يفهم لا 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 في لا لا التربية. لا 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 مش شرط موسوعي. بعض الآباء هكذا غلابة. لا مش شرط. هو أنا ضربت لك أمثلة بس. مثلا في مسألة المزح شن فيها من موسوعة؟ أنه هو يكون روحه حلوة، روحه خفيفة. العيال لما يجين بوهم يتوقعوا منه نكتة، يتوقعوا منه موقف طريف. بس أحيانا يكون هو يعني ذمة تقيل من الأساس، صعب أنه يعني أنت كأنك تسكر فيها يعني كل أصحابك كلهم دمهم ثقيل والله كيف ما تصيرشك. أنا اللي نقصده شنو أخي؟ أن شخصية الأب انبسطوها بشكل آخر. طيب ما تكونش ذات صبغة واحدة بس. نعم يكون فيها أنواع متعددة. جميل. كل يجد فيه اللون الذي يميل إليه. مش نحن قلنا سمعي بصري حسي؟ أنا مرات نحس أن بويا نبيه في نقطة معينة بس، نقطة واحدة بس. ويستطيع الإنسان يجرب نفسه أنه يحل بالتحلم. أيوة يأخذني بحنانة شوية، يلمسني أنا كولد، ها ذكر، يضمني شوية، يقويني، هيا عبد الحميد، هيا كذا، كلمة طيبة. نعم. بينما أختي تتمنى شيء آخر وأخوي الآخر. هذا التنوع في الشخصية يجعل علاقة الأب مع أولاده علاقة جميلة. نعم. هذه الجزئية الأخيرة نحن يعني من المهم جدا أن نتحدث عنها أكثر، مسألة ضم البنت بالذات، يعني دعنا من الولد. لكن اسمح لي أن أستقبل هذا الاتصال من الأخ أحمد كي لا نطيل عليه. أخي أحمد السلام عليكم. أحمد قطع الاتصال وئام. السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب نكتفي بهذا القدر من الاتصالات لأن الوقت ضاق عنا. مسألة الكلمة الطيبة من الأب لبنته، القبلة، الضم، يعني هذا كله إذا لم تجده البنت في البيت من أبيها هي تحتاج لعاطفة، قد تبحث عنه خارج البيت. بعض الآباء يعتبر أن هذه الأشياء عيب، صحيح؟ هذا واقع المجتمع الليبي ونحن تناقشنا فيه أكثر من مرة. وكان صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى كن مثل محمد، لما يرجع من سفر وتستقبله فاطمة رضوان الله عليها يقبلها بين عينيها قدامهم كل ولا يهم في واحد. وحتى لما سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك شن قال؟ قدام الناس قدام الجمهور قال عائشة. ما تحشمش فيها، هذا هو قدوتنا. مجتمع قاسي في توري، انت دمك ثقيل، انا دمي مش عارف ايش، هذين قضايا اخرى. سبحان الله من يقرا السيره يلاحظ ان المجتمع المدني مجتمع راقي جدا جدا، وان كان من 1400 سنه ارقى من مجتمعنا الان. نعم. وهناك انفتاح ليس موجود في مجتمعنا الله الآن. يفتح عليك. ليش؟ ليش؟ لان نحن ابتعدنا عن ذلك الهدي. يعني لما تجي حتى علاقه المراه تمشي للسوق وتطلع وتشتري وتقابل الرجال وتحضر في جلسات علميه، قيسها الآن. لا، نحن بعض الآراء الفقهية وبعض الناس في طريقة تفكيرهم كلها سكر سكر سكر. بل والرسول صلى الله عليه وسلم يسابق زوجة عائشة، تخيل. يعني المسائل هذين في العلاقة، نعود لموضوع علاقة الأب مع أولاده. أنا أزعم أخي إن لم تنجح مع أولادك فكيف لك أن تنجح؟ إذا أنت ما نجحتش مع ناس مسلمين لك كل شيء، كل شيء مسلمين لك العيال، نحكي على من الأول. لماذا لا تبذل جهدا معهم؟ وأنا قلت لك في حلقة سابقة أخي أن شاب أمريكي ذكي اجتمع مع الناس متاع البزنس، فلوس مش شغل، يبي يدير حوش وسيارة وشقة يا فيتوري. نعم. ناس تشتغل بمئات الملايين
وكلهم كانوا في آخر أعمارهم في الستينات وكذا. سأل سؤال واحد، شنو الحاجة اللي تتمنى ترجع باش أنك أنت تديرها الآن؟ قال أتمنى أن أجلس مع أسرتي وأولادي. سبحان الله، تخيل أكثر من 50 شخصية في أمريكا. فاللي من بدري أنت تقول لي يطلع من الساعة 8 ويروح الساعة 3 يا جماعة، خذوا العبرة من الناس، ما اللي تجري عليه واللي تبذل فيه جهد أخي الحبيب كأب، لن يعطيك الله إلا ما قسمه الله لك. فرب جلسة تقطع شوية من شغلك ومن مشاغلك، ومش كل الأباء أخي عشان نكونوا واقعيين، مش كل الأباء يبذلوا في جهودك، في اللي مجمعز في قهوة، في اللي يلعب في كورة، وفي اللي مش عارف إيش، وهذا الأكثر في الحقيقة. أيوة أيوة، مش كلهم يبذلوا. نحن لو كان الأباء كلهم يشتغلوا بالطريقة اللي كانت ليبيا تنافس في أمريكا الآن من باب الصناعات يعني. لكن هم يمشوا وين؟ يجمعز في قهوة، يحكي مع أصحابه بالأربع خمس ساعات، والعيال والبنات في البيت قاعدين يعانوا. النقاط هذين الحقيقة من بينهن نزيد نأكد عليها، هو بث الحب والحنان والتراحم مع الأولاد والبنات طول التواجد في البيت. قاعد أنا نقرأ، نقرأ في كتاب، مشغول مش عارف إيش، بعد 40 دقيقة نطلع ندير لقطة، نوزع عليهم مندلينا، نلمسهم، نعزق عليهم طرف حلوى، ننابش، انت شن داير في امتحاناتك، انت كذا، هيا يا بلعوط، هيا نقعد كأن احجار على رقعة الشطرنج هذين، نقعد نحرك فيهم النشط. نعم. فيهم ماذا عن انفتاح الأسرة بعض على بعض، المكاشفة، الصراحة، الوضوح في كل شيء؟ هذه من أروع الأشياء. في جلسة يديروا فيها الأمريكان، ونحن نوصي بها الأخوات والإخوة اللي عائلاتهم صغيرة، اسمها جلسة مكاشفة. ياخذوا في مخدة على شكل قلب حب هكي جميل، تنشر من اي مكان حتى في شوارع حنا في طرابلس يبيعوا فيها، ونديروا دائره. انت شن تحمل من مشاعر لبابا وماما؟ انت نعزقوا لك المخده، تمسك المخده كلها شيء رمزي، وتقعد تعبر، وبعدين تعبر عن انا زعلان من بابا لان دا 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 دا. الجلسه هذه كل واحد يفضي، وكل واحد تنحل مشكلته في الجلسه هذه، تمام؟ تندار كل شهر، كل شهرين، كل ثلاثة. ممكن الإنسان يبدع في أسرنا الليبية ويصل إلى هذا الحد الإبداع داخل الأسرة. أنا نبي نعطي ضابط، أنا أولادي يجب أن أجعلهم مشروع حياتي. إذا عندك يا فيتوري مشروع يسبق الأولاد، لا تتزوج. أنا نقولها لك هيك، راك تتزوج، ما دام تزوجت وارتبطت بأخت أنت ارتضيتها، راه الأولاد يا إخوة يا أخوات مسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. سبحان واضحة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما تبيش تتحمل مسؤولية، لا تتورط في هذا المشروع وتجعله مشروعا فاشلا، بل مشروعا مدمرا في المجتمع. هل الحب فيهم هذيما واللي يديروا في المشاكل وسرقة وكتل من وين؟ ما طالعين من أسر، طالعين من أسر فاشلة. نعم. طالعين من أسر غايب عنها أب وأم مشغولة ولا تعبانة ولا، فكان النتاج أن احنا قاعدين نعانوا. هذا في سجن، هذا قتل، هذا يخش لداعش، هذا يخش لميكروكاتي. ليش؟ لأن ما كانش في استعداد جيد من الأب والأم داخل الأسر. نعم. الأسرة أعيد وأكرر، هي إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. أخي الأب يجب أن تكون حازما، شوف تناقضات من بدري نقول لك ألوان طيب، حازما، لينا، حنونا، جادا، راقيا، محترما، كل الخلطة هذه هي اللي تطلع الأب الراقي. وقدوتنا في ذلك مش حد آخر، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بقيت معنا دقيقة، لك البراح لتختم بكلمة أخيرة. الله يفتح عليك. آخر كلمة في هذا الموضوع، أن الأب يحرص على الجوانب الشرعية في تغذية أولاده بها، بس بطريقة نبوية راقية. تقصد التربية الدينية؟ وكل حركة، مش من بدري نقول لك اللعبة سبعة، أنا اللعب فيه سبعة، والله بنتي لعبها 7 سنين، لكن كل مرة نزرق شيء. من الأدلة على لطافة هذا المعنى التربوي الرائع، أن النبي كونه نبي لا يأكل الصدقة، هذه معروف. نعم. تعطيه هدية أوكي، بس صدقة ممنوع شرعا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحسن أو الحسين يأكل تمرة، فقال تعال تعال تعال، أخذها منه كخ كخ، ها نحن لا تجوز لنا الصدقة. بعض الناس يقول لك أنت ولد صغير يا راجل، كانك تعقد في الأمور يا أستاذ عبد الحميد. لا، أنا لا أعقدها، لكن لابد أن نبين لعيالي وبناتي هذه التربية الصحيحة.
الجارية التي جاءت قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت هو في السماء. قال اعتقها إنها مؤمنة. نقعد ندرب في عيالي ونلعب معهم ونحاطهم على راسي وننشل فيهم ونغير لهم في دبشهم معلش وانا نغسل لهم في كرعيهم. وحطيت الصوره هذه حتى على الصفحه متاعي وانا 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 نقعد كل مره نزرق في معنى باسمك اللهم ربي وضعت جنبي الدعاء بالخير. لابد من تلقين اولادنا المعاني الايمانيه التربويه، والا راهو لما يكبروا حنتعبوا أكثر من تعبنا اللي نحن فيه ده. وكل الأبحاث والدراسات تثبت أن شخصية الإنسان تتحدد في المراحل الأولى من عمره والسنوات الأولى من العمر. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الحميد الكوتي. بارك الله فيك. الشكر موصول لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. انقلوا عن الأستاذ عبد الحميد الكوتي أنه يقول أولادي مشروع حياتي. لكم مني أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تملى بالخير وفيها يفرح الغير ومنها تحلى أيام نسابق الطير ونجاري ونطير آمنا بتغيير شباب حقق أحلام.